البيئة التي تعمل فيها المرأة بيئة ليس لها وقت معين ولا دوام ولا زمان. احنا متعودين الموظف ساعة 8 يروح العمل مثلا، ساعة 4 يرجع، يوم الجمعة أو السبت في بعض الأماكن عنده عطلة شهر ونص أو أكثر في السنة، أيضا عنده عمل، إجازات اضطرارية، غير ذلك من الأمور. هذه الزوجة في داخل البيت تستيقظ عادة، أنا أتكلم عن الصورة الطبيعية، لا تقول لي الآن لنفترض الشغالة أو العاملة تقوم بهالدور، هذا مو الدور الطبيعي، أنا أتكلم عن الدور الطبيعي. المرأة تستيقظ مع أول أوقات الفجر لكي تبدأ في عملها متعدد الأغراض والاتجاهات والأشكال، طيب، ولا تهدأ، وماكو وقت معين. مثلا تجي أنت الزوج أو يجي الابن إلى أمه يقول لها لنفترض سوي لي فلان شيء أو قومي بهذا العمل، تقول له لا أنا عندي عطلة الآن، خلص دوامي ما أقدر، معذرة، ماكو هالشكل. فهي تعيش حالة من العمل أحيانا هي على الطلب، غير العمل المتراكم، هي على الطلب on call كما يقولون، يعني في وقت، في كل وقت هي مستعدة لكي تقوم بهذه الخدمة، وهذا يؤدي إلى أن هذا العمل يكون عملا مجهدا متعبا. زين، يقيم العمل أحيانا بالنتائج اللي تترتب عليه حتى في القيمة الاقتصادية. ذاك الإنسان اللي يشتغل لنفترض ساعتين في نقل الرمل من هالمكان إلى هالمكان، هذا عمل وهو مقدر، ولكن قيمته الاقتصادية أقل من عمل صائغ الذهب اللي يشتغل ساعتين، صحيح ولا لا؟ وأقل من عمل الطبيب اللي يشتغل ساعتين كقيمة اقتصادية نتحدث، ربما عند الله الأمر شيء آخر، ولكن كقيمة اقتصادية ليس كذلك. المرأة في بيت زوجها في داخل المنزل يفترض أن دورها هو ما قاله نبينا المصطفى محمد، عندما قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، يعني هي قائد، هي حاكم، هي سلطان في هذا المكان، هي مدير، هي مدبر في هذه المملكة، هذه رعية، هذا مجتمع ينبغي أن يدار بكفاءة. طيب، والذي يدير وهو مسؤول هو هذه المرأة في داخل بيتها. وقد قضى نبينا المصطفى صلوات الله عليه بين علي وفاطمة أن ما كان من الباب إلى داخل الدار لفاطمة، وما كان من الباب إلى خارج الدار لعلي بن أبي طالب.